القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ذا الدرس ويس 432 من دروس التفسير، وما زال أكد سورة الأحزاب السجد في السلسلة لا 49 ألمذ لا 55 لا يثقيث مثلا أكن ملانت مسلين تد في أحكام الأسرة النبوية توشلت ننفي صلى الله عليه وسلم، أما كان دمسلين في بعض الأحكام توشلت جنس المم سمثا، أما كان دمسلين في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق أين شدن ذرو ورعني خمذي السولة، أماكن هضرت في أحكام الاستئذان التزام الآداب، آداب الاستئذان ودخول البيوت في مسألة مرة وسنت الدلاية تقوم الإسلام سلاية 49 المذلاية 55 من سورة الأحزاب اللاية 49 في ذاك تهضر فين يعني الطلاق المدينة رب سبحانه يا أيها الذين أمروا المدينة ثم طلقتموهن يهضرت في الطلاق. الأصل في الزواج الدوام، الزواج مردي لي إلى قذي ذوم، لذلك ربي مدينة ذي القرآن الكريم في سورة النساء الآية 21 وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ربي سبحانه سمى الزواج بالميثاق ليس كسائر العقود. العقود الأخرى ربي قال في سورة المائدة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لي كونترا لي زونغاجمون أكل ملان لوكاسيون تحانوت أخام كاميونان الكرا البيع والشراء لي كونفونسيون الاتفاقات كلها تكشم ذي الآياتي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود لي كونترا لي زونغاجمون ياكو، ولكن إميد يبض سمسالة الزواج ربي سمياس الميثاق. ما ذكرت كلمة الميثاق في القرآن إلا في موضعين، في موضع النبوة وفي موضع الزواج، باش نعرفوا أن أمر الزواج مهم جدا، وهذه رسالة لكل من يتزوج هذا الصيف إن شاء الله زواج مبارك. ولكن الحذر الحذر، ربي اللي قال ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا سورة النساء الآية 21 وفي سورة الروم الآية 21 باش تشفوا عليها 21 ربي قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربي فقند أنشار ثلث وشولت ذيث شرعيث أتفنو فلساسي صحان قطر ثوشولت مث قرز المجتمع ذي قرز ذنساتي ذلساس تمتي. الأسرة هي أساس المجتمع، إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع قوي متماسكا مستقرا، وإذا كانت الأسرة مهزوزة مقطعة كان المجتمع كذلك مهزوزا مضطربا مقطعا. قاعدة لا تقبل الاستثناء. ثوشت مثقرز تسيدير ذي لهنا ذي ثلويث ولا ذي المجتمع سماثة ذي ذير ذي ثلويث هما إلى ثوشت تروح ذيك سنت تفشث من قرض اللغة القبائلية الفصحى تفشث ما تفشث فضان إعقال أميفاون في اللوح حول هذا المجتمع الفلس يعفو يرحم. ولكن الطلاق إزمر ديني والطلاق آخر الحلول. الطلاق مثل المقص في يد الطبيب. الطبيب أوريزميرا غادي يستخدم المقص مباشرة خاطئ. الطبيب غادي يفك كل أدوية لي روميد أدوية مولاش الله غالب أشيني أستخدم المقص. وكذلك الطلاق هو آخر الحلول. والطلاق أنواع، ربي سبحانه يهضر داك في أنواع الطلاق. إلهم يقارن الطلاق الرجعي شرحناه فيما سبق، إلهم يقارن الطلاق البائن. والطلاق البائن إلا البائن بينونة صغرى البائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى مثلا الذي يطلق زوجته بعد العقد وقبل البناء قبل العرس وينيفر نثم الطوثيس ورعني أخام ذي السولة بعد الفاتحة العقد قفل ثامغرة أندثن كلاسي واقي لناتور طبيعة هذا الطلاق هو طلاق بائن بينونة صغرى. يعني باش ما يغلطوش بعض الشباب يديروا الخطبة الخطوبة الخطبة بكسر الخاء يديروا الفاتحة داروها في مارس ولا في فيفري كاش نهار التليفون يخبط والهم نتاع التليفون الذي دمر البيوت وزرع الفتن بسبب الاستخدام السيء للتكنولوجيا الانترنت وغيرها. ماشي الانترنت ديري ماشي ذا بورتابل لا لا استخدم ندير نغنديري اتصالات الو الو يتصل تتصل وما تردش عليه يقولها شوفي يا المراه فريغا انت طالق. مره واحد طلق مرته بعث لها ديفورس اس ام اس بدو بيس كي قلت له علاه قالك باش نسوري باللي يوصلها عندها دو بيس بعث لها الطلاق عن طريق لابيس الاولى الشريحه الاولى والدوزيام اي غر انك باش السوري بلي بغيت تفرو والبورتابل ندير الفرو شيء عجيب. واش نقول لك حبس هي طالق اتونسيون تديها قبل ما تعود الفاتحه حذاري راهي طالق طلاقا بائنا بينونة صغرى.
ما تجيش تقول لي ها ما كاش كيفاه، لو كان لا فامي نتاعي تعرف، لو كان نسيبي يعرف، من بعد راك درتها خلاص، تعيشوا في الحرام. لا، او الايه 49 من سوره الاحزاب تجيبنا عن هذا السؤال المهم الخطير. سمحوا لي اني رفعت الصوت لانه على بالي بهذا الموضوع، كاين يقول لك ما نقدروش وحشمنا شكون كيفاه ونقولوا له وكيفاش نعاودوا الفتحه الثانيه والحرج، وراه الحرج راك طلقتها. لذلك هذه نصيحه للشباب، نقول لهم اتقوا الله، بل الجميع كلنا مأمورون بتقوى الله، نتقي الله. لذلك هذا حكم ورد في سورة في الآية 49، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه المرأة لا عدة لها، ما عندهاش عدة. يعني تصور لو كانت تطلقها صباح لعشية تعاود الزواج مع واحدة أخرى، عندها الحق. ها فرات، ها ربي قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا طلاق بائن، بينونة صغرى، وقع الطلاق قبل البناء، بعد العقد وقبل البناء، ومن أحكامه أن المرأة لا عدة لها. نعم لا عدة لها، ويجوز لها أن تتزوج، إنما تستحق نصف المهر. إلا تفهمت 20 مليون تعممت، أستفقد 10 مليون إلا ما قدمتهاش. تستحقها ربي سبحانه عز وجل، هو اللي حكم هذا الحكم. إلا ما كانش، إذا ما كانش مهر متفق عليه، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة واجبة، يقدرها القاضي ساعة وضيق حسب ظروف الزوج. إذن في أحكام، طبعا أشرنا إلى هذه الأحكام كثيرا فيما سبق، فقط باش يعني نربحوا الزمن والجو حار ما نطولوش عليكم. إذن هذه الأحكام وردت في كما قلنا هذه الآيات من 49-55، تناولت أحكام الأسرة النبوية والأسرة العادية، أسرة المسلمين، وبعض أحكام الطلاق، خاصة الطلاق بين الصغرى، وما يتعلق بكذلك زوجات النبي هن أمهات المؤمنين، كي ذكر الله عز وجل أنه لا يجوز الزواج بهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآية 50 طبعا، وبعدين اشار الله عز وجل على عدم اذيه المطلقات. في قاذي فران ولا قرص تنظر سيلساون. المطلقات حرام على اي واحد ياذيهن. فيه الناس تهدر، حذاري، ماشي المراه مادام مطلقه وبعدين نهدر لسان هذا، والله غير ربي حسبنا عليه يوم القيامه كامل. وربي قال في سورة قاف الآية 18 السطر الثالث الصفحة اليمنى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تخرج نتحاسب عليها يوم القيامة، ممنوع، حذاري. أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان، أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان. الآية 50 ربنا عز وجل أحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأكثر من 4. احنا شرحنا موضوع هذا بالتفصيل سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شرحنا هذا الموضوع، قلنا تعدد الزوجات لا بوليغامي، أعطينا كاع الأدلة النقلية والعقلية والواقعية على جواز تعدد الزوجات لمن أراد. ما يجيش واحد الان يدير زعما حاجه كبيره، الله بوليغامي ماشي مليحه، واش بيك؟ وراه عقلك، هو ربي هو اللي شرع. ربي ما قالش تزوجوا كاع 4 نساء، كاين ظروف وين الراجل يتزوج اكثر من امراه عادي. احنا عارفين بعد الثوره الجزائريه المباركه كاين ارامل الشهداء عندها 18 سنه وعندها طفل ولا طفله ولا اكثر ومات زوجها شهيد، ويجي خوه ويتزوجها زوجة ثانية ولا ثالثة، أين الإشكال؟ يسترها وتستروا وولاد خوه يتربوا معاه وعادي، حتى إذا كان ماشي عمهم واحد آخر، أين الإشكال؟ هيا أخي الزواج حر،
هو المرأة اللي تهدر نقولها أنت يرحم باباك. إذا جاء واحد باش يتزوجك يقول لك أنت زوجة رقم اثنين قولوا ما ينقبلش، هذا ما كان وما تهدر إيش تحبسي قاعد تشريع على جالك أنت شذ العجباقي على جالك أنت خير إن شاء الله. الله يرحم مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون الصفحة 184 اليمنى الفقرة الأخيرة قرأتها منذ 40 سنة وما زالها في مخي. الصفحة 184 الصفحة اليمنى الفقرة الأخيرة قال كلام عجيب، قال لك أنا من دعاة الزوجة الواحدة، قال لك أنا حبيت نزوج واحدة برك ولا أعارض تعدد الزوجات. بعدين واش يقول؟ قال لك لأن الرجل العاقل يختار لنفسه الحياة الأفضل، أما المشرع الحكيم يختار لأمته التشريع الأكمل. الله يرحمك يا مصطفى السباعي، أجمل ما قيل في الموضوع، قريت آلاف الصفحات في الموضوع هذا ومئات الكتب، أجمل كلام هو هذا إلى حد الآن. قال كيني قال يريد يماني وتنطوثي وتكفي، يا ربي نسلك راسي معها وندير الحقوق والواجبات وتعرف. قال ولكن كمشرع لا، أنا حلاش نشرع لروحي، نشرع للأمة باش اللي يحتاج تشريع يلقاه. هو السلام، هو رب العزة جل جلاله هو اللي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا ربي غدي خلقا نسيك زران، يعني باش ما نطولوش في هذا الشيء. وكان يقول لك علاش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربع نساء؟ زعما تفضي زمسك مزوغ يعني حكمت سبع من وذنيه. يا ولدي وراه عقلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، ماشي انت ماشي انا، هو رسول والسلام، عنده ستاتوس سبيسيال. هو زوج واحده خديجه والسلام، عنده 25 سنه تقريبا وهو هي عندها 40 سنه وتزوجها كما يتزوج الناس عادي. بعد ذلك ربي هو اللي زوجه، هو بعد هو امهات المؤمنين. وربي ذكر بلي بعد الايه 53 حرم الزواج بامهات المؤمنين. النبي عليه الصلاه والسلام هذه زوجاته امهاته، نقول امنا عائشه امنا صفيه امنا خديجه الى اخره. علاش قال ربي سبحانه عز وجل؟ قال وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. يمكن مات المؤمنين ان ذلكم كان عند الله عظيما. والايه 53 نربطوها بالايه 57 التي سنشرحها اللقاء القادم ان شاء الله، وين قال ربي سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله. هذا اذى، والان في الانترنت راه لعجب من الكلام اللي يكتبوه بعض الناس، يقول كيفاه وكيفاه. ولدي روح تقرا وعمر شويه قلبك بالايمان وتادب مع سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. شكيونك شكيون شكيون. هو ربي قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. واش يزيدوا يعني؟ والله غير يغيظون يعني، بكل صراحه يغيظوا، هم ملعونين. واعد لهم عذابا مهينا، يعني انت عندك كوراج. هاو الشمس وما قدرنا لها شي عجب، الشمس شويه تقيطج وسنزميرها راه صبض كان 35 رانا كاع خايفين، وكي توصل 40 وشحال راهي، وكان اللي ما يخرجش من الدار يقول قولي شحال برك وين وصلت؟ 41 ما نخرج، لي رونديفو راحوا كل شيء راح. هاو كي توصل 49 هي، لو كان توصل غير 60 ولا خليها 70 مليحه ثاني 70. يا ودي عجب النار نتاع الدنيا والله غير تخاف من نار جهنم. وانت عندك كوراج، ربي عندك كوراج باش تقول الشريعه هذه ماهيش مليحه، عندك كوراج وكيفاه والله غير تغيظ. ولا تروح للرسول تمسو وتدور ودير الشبهات وكذا الى اخره. والله فقط باش مراعاه للظروف الجو، والى نفصل في هذا الموضوع. فبالتالي ما لا يدرك كله لا يترك جله. يلا ام بعد نروح الى اخر ايه اللي هي الايه 55 ربحا للزمن ومراعاه للظروف. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الايات وذكرت فيها سبحان الله من الايه
50 الفوق ذكرت آداب الاستئذان، آداب دخول البيوت، يعني الشرع نتاعنا يعلمنا التفصيل. هناك آية أخرى يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني التفاصيل سي دي ديتاي. واحد كي يروح يزور واحد لازم يخير وقت الزيارة، يون ما يروح حد يزور يون إلى قد يختار الوقت الزيارة. مثلا تقول في ذول تروح على الوقت تلقى القيلولة سوى ما الضرورة، خاطر الضرورات داين، الضرورات تبيح المحظورات. سي دي زيكسيبسيون. أو الآية 173 من سورة البقرة، ربي قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو كان نمشيو أنا وياك تحت الباطمة ونشوفوا النار شاعلة نكسروا الباب أنا عاميه وننقذ الناس، ما نستأذنوا ما والو، نسمعوا الناس يعيطوا من البالكون النار شاعلة وحنا نقولوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم، لا لا كسر الباب ودخل أنقذ ما يمكن إنقاذه. هذه استثناءات، سي دي زيكسيبسيون كي كونفيرم لا ريغل. ولكن لا ريغل القاعدة تقول لا، البيوت لها حرمة، السكنات لها حرمة، كاين أدب الزيارة. تروح تزور واحد على 12 نتاع الليل ماهوش معقول إلا للضرورة، وممكن تزور العشرة نتاع الصباح ولا الربعة، طبطب طبطب إذا كان ما رجع لكش ولا يقول لك ارجع، هو ممكن يقول لك ارجع. اسكو عندك كوراج تطبق القرآن؟ أنا وياك روحنا نزور واحد على 5 نتاع العشية، طبطبنا الباب وبعدين نطق من داخل داره يقول ما نستقبلكمش ارجعوا وليوا. دروك أنا وياك رانا في الامتحان، ممكن أنا نقول لك والله ما نزيد نولي لهذا الإنسان هذا، ما قدرناش يوثي ويقول روح هذيك السنت. ولكن انت واش تقول لي؟ ها تقول لي ربي قال فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ربي راه يقول كي يقول لك مول الدار ولي ولي وما يغيظكش الحال. وربي باش يجبر خاطرك قال لك هو أزكى لكم، معناه هذا دواء علاج نقدروا نطبقوا. هذه هو الشرع، ربي ما خلى حتى حاجه. هنا ايضا ذكرت في هذه الايات بلا ما نقراها ربحا للزمن ومراعاه لظروف الجو مناخ انه لازم نلتزم اداب الاستئذان واداب الزياره واداب زياره النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع امهات المؤمنين وغيرها من الاحكام. المهم الايه الاخيره آخر كلمة قالها ربي سبحانه، قال إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما معنى هذا؟ معناه في آخر آية 55 ربي سبحانه ما تخفى عليه خافية، جميع الأحكام اللي راهي هنا نحن مطالبون بتطبيقها ومراعاتها. أين كيد يساند قوان ربي سبحانه نكوني إلى قاس طبقين من زمر، خطر بيند إن الله كان على كل شيء شهيدا. الخاتمة ربيند في سورة الأنعام الآية 153 في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. شوفوا يا سهل، اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية 153 من سورة الأنعام. نجيب آية أخرى في سورة الجاثية الآية 18، ربي اسمها شريعة أحيانا اسمها الصراط ذريد مستقيم قرن استقبال ثكي يا ربي الكفريد السلامه وسكين داما، احيانا اسمها شريعه. وما سميت احكام الشريعه بالشريعه الى لاستقامتها وعدم اعوجاجها. ربنا في سوره الجاثيه الايه 18 ثم جعلناك
على شريعة شريعة من الأمر فاتبعها. لهيه في سورة الأنعام فاتبعوه صراط، هنا الشريعة فاتبعها. بعد ختمها ربي قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما يخالف الشريعة فهو هوى، والهوى يدي الهاوية. نسأل الله العافية. جيغاون ثلويث أرثم لليث. السلام ربي في اللون.